تلقى النبأ وحال تلقى النبأ هو وال القوة والمفارز الموجودة جاءوا إلى هذا المكان وهو الآن على الهواء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد قائد شرطة بابل اللواء علي، قمنا بالتوجه من المكان اللي كنا نعثر به بعد إكماله بالتوجه إلى المحكمة بوجود حالة مشتبه بها، فتوجهت أنا والمفارز المشتركة اللي وياي للتوجه نحو المحكمة لإجراء عملية تطهير المحكمة ببنايتها والساحات اللي موجودة وأسجتها لتخليص أخواننا وأعزائنا السادة القضاة والمواطنين المراجعين من هذه، أي خوفا من أنه يوجد فيروس في هذا المكان لوجود حالة. سيادة العميد مشكور، بس أكو نقطة، المصاب أو المشتبه بهم واجبكم أم واجب الصحة؟ والله هو واجب الصحة، بس احنا ما نقدر نقول ان نتخلى عن امر هذا الامر، لانه هو عبارة عن حالة مشتركة بين المفارز الدفاع المدني فريق السيارة والصحة العامة، لكون احد الاخوان الدكاترة موجودين الان مع مجموعة من الدكاترة يقومون بالاشراف على عملية اعداد هذه المواد وحتى عملية المكافحة. العميد حامد حسن برغوث المعموري المسوي مدير دفاع مدني بابل.